او نص ممكن كلها ممكن محطة كرجة عبارة عن وقت كلها الرصيف تحول إلى أوتار للشيشة كرجة كرجة محطة كرجة محطة كرجة دي نزل لها تجديد نزل يا فندم كلها شيشة دي باب المحطة ما أنا بنفوتها بالكلام الأول تاني يعني نزلات جديد يبقى دي جرجة نزلات جديد ايه تاني فاهم احنا مش هنشوف ناجي حمام طب انا اقول لك مش هنشوف ناجي حمام ناجي حمام القطارات سيئه جدا متهالكه جدا عدم وصولها في مواعيدها الحجز بالليل نفس اليوم بتاع الحجز مفيش حجز بالرغم من التذاكر الدفاع وانا مشتري من على رصيف مصر التذكرة هناك حمام دي ب 30 ب 40 انا واخدها ب 80 جنيه من على الرصيف انا مش هتدفع دولار النظام ده بقاله قد ايه في تذاكر سوداء حلو جدا السوق ده بقاله قد ايه؟ سنين من سنين ولا لسه الاسبوع اللي فات؟ من سنين من سنين احنا بنقضي عليه كنا على شهر 6 وشهر 5 بنوصل يكون في نظام جديد محطوط ماشي لغايه النظام ده ما يجي ساعدونا وما تشتروش سوق سوداء ياخدها هيرجعها ضربة يروح يشوف لا اله الا الله يروح يفضي التذكرة وياخدها يا فندم لو سمحت يا فندم لا فندم اديني بديل وفر لي البديل يا فندم موجودة فندم مش موجودة بيحطوها هناك داخل المحطة بيحطوها وهم بيدوها لهم من بره بص يا فندم تعالى لي